الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد نائب أمير المعموري أن اعتماد الموازنة على واردات النفط بنسبة 90% يعد خطأ كبيرا وغير صحيح. وقال المعموري إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلبا حتى وإن كانت الأسعار قريبة من السعر المخمن في الموازنة، ولكن مستقبلا قد يحدث انخفاضا كبير. وتساءل المعموري عن مصير العراق إذا انخفض سعر النفط إلى 50 أو 60 دولارا، مشيرا إلى أن تعظيم إيرادات الدولة من خلال التخطيط المسبق هو الأمر الأهم، لا سيما وأن العديد من إيرادات الدولة لا تصب بشكل صحيح سواء من الضرائب أو المنافذ الحدودية، فضلا عن موارد أخرى مثل عقارات الدولة التي راحت بثمن بخس. أعلن البنك المركزي العراقي عن مبيعاته من العملة الأجنبية، إذ بلغت أكثر من 265 مليون دولار في تعاملات اليوم وفقا للسعر الرسمي 1310. وأظهرت بيانات البنك أن إجمالي سحوبات النقدية الداخلية بلغت 12 مليون دولار، أما إجمالي مبلغ التحويلات إلى الخارج التي تشمل الحوالات والاعتمادات بلغت 253 مليون دولار، في حين بلغ البيع الكلي أكثر من 265 مليون دولار. قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن المواطن في محافظات كردستان العراقي يعيش وضعا مقلقا من الناحية المادية. وأوضح الخبراء أن المواطن الكردي لا يضمن ولا نسبة 5% أن يستلم راتبه كما كل أقرانه في باقي المحافظات العراقية، وهذا ما جعله يعيش حالة من الارتباك والصراع النفسي ولا يستطيع الصرف بثقة، ودائما ما يكون قلقا، وهذا أثر على وضع الأسواق والحركة الاقتصادية في عموم مدن كردستان العراق. أظهرت بيانات عراقية تنامي مبيعات أجهزة التكييف الصينية في السوق العراقية وسط منافسة سعرية كبيرة باتت تخاطب القدرات الشرائية الكثير من المواطنين. واستورد العراق خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 2,400,000 جهاز تكييف من الصين، وفقا لمؤسسة الرقابية الاقتصادية أصدرت تقريرا تحدثت فيه عن اعتماد السوق العراقية على الصين في توفير هذه الأجهزة. وأصبحت الماركات الصينية المصنعة لأجهزة التكييف تحظى بقبول من العراقيين لأنها تتناسب مع القدرة الشرائية في ظل الدخل المحدود لهم. توقعت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انخفاضا إضافيا في معدل البطالة العالمي بين الشباب الذي سجل أدنى مستوى له منذ 15 عاما. وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذي بلغ 13% عام 2023 يعد الأدنى منذ عام 2008، مسجلا انخفاضا عن معدل 13.8 في عام 2019 قبل جائحة كورونا، متوقعا أن يواصل المعدل انخفاضه إلى 12.8 في عامي 2024 و2025. قبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.